أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لافتتاح فعاليات معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية في نسخته 44 والذي تنظمه هيئة البحرين للثقافة والأثار في الخيمة التي قامتها الهيئة بجانب قلعة عراد بمدينة المحرق، ويشارك فيه 53 فنانا بأعمالهم الفنية. ولدى وصول سموه إلى موقع المعرض كان في استقباله الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار والشيخ راشد بن خليفة آل خليفة الرئيس الفخري لجمعية البحرين للفنون التشكيلية وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والسفراء ورجال الصحافة والإعلام والأعمال والمثقفين والفنانين المهتمين بالحركة التشكيلية البحرينية. ثم تفضل سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بقص الشريط إذانا بافتتاح المعرض، وقام بجولة في أقسامه حيث أبدى سموه إعجابه بالمستوى المتميز للأعمال الفنية المشاركة في مجالات الرسم والتصوير الفوتوغرافي والتركيب والنحت والتي تميزت بالرقي في الشكل والمضمون. ونقل سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لجميع القائمين على تنظيم المعرض والمشاركين فيه وتمنيات سموه لهم بدوام النجاح والتقدم. وبهذه المناسبة أكد سموه أهمية الفن لما له من قيمة عالية في الارتقاء بالوعي وتنوير المجتمع، وشدد سموه على ضرورة تفعيل دور الرسالة الفنية في بث روح التفاؤل وتعزيز القيم التي تهدف إلى نهضة المجتمع وتقدمه. ونوه سموه إلى أن مملكة البحرين تعتز وتفخر بما لديها من فنانين أثروا المشهد الفني والثقافي من خلال عطاءاتهم العديدة التي وصلت إلى العالمية وأسهمت في صياغة مدارس فنية متعددة تعبر عن الإرث الثقافي والحضاري لمملكة البحرين. وقال سموه إن ما حققته الحركة الفنية التشكيلية في المملكة من نجاحات على المستوى الإقليمي والدولي يترجم إبداعات الفنانين البحرينيين الذين واكبوا مختلف الاتجاهات والمدارس الفنية العالمية. وأكد سموه أن معرض البحرين للفنون التشكيلية على مدى 44 عاما استطاع أن يحقق نجاحا تلو الآخر ويرسخ من مكانة مملكة البحرين الفنية والثقافية في المنطقة. وأعرب سموه عن شكره وتقديره للشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار وجميع العاملين بالهيئة على جهودهم الكبيرة في تنظيم المعرض. من جانبها توجهت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار بالشكر الجزيل والامتنان لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على دعمه للحركة الفنية التشكيلية في المملكة ورعايته لمعرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية على الدوام، مشيدة بحرص سموه المستمر على توفير أرضية ملائمة لازدهار المبدعين والفنانين في المملكة. وأشارت إلى أن افتتاح المعرض اليوم يأتي كبداية لبرنامج حافل من الفعاليات الثقافية التي ستشهدها مدينة المحرق طوال العام احتفاء باختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2018.
هي الرسالة التي تحمل المعنى الثقافي والجمالي لتخاطب به العقل بأسلوبها الفني في لوحة تشكيلية أو عبر صورة فوتوغرافية أو ربما في نحت قالب فني، فجميعها تتحرر في كل مرة من موضوع ما إلى موضوع آخر أو مفاهيم متنوعة تلامس الجدلية الفردية والذاتية لكل فنان. فهي أعمال أخذت وقتها ليشارك بها 53 فنانا في معرض البحرين للفنون التشكيلية 44. اليوم نشكر سمو الشيخ علي بن خليفة على إنابته لهذا الحفل ورعايته الكريمة وحضوره وتشجيعه لكل الفنانين. هذا المعرض هو فرصة للقاء فني يجمع كل فناني البحرين والمقيمين في البحرين. هي المرة الأولى التي نستضيف فيها فنانين يقيمون في البحرين. المعرض كبر بمحبة ودعم القيادة الرشيدة التي وفرت كل السبل لكي يستمر هذا المعرض ولكي يعطي ثماره. ولا بد أن نقول أن الشيخ راشد بن خليفة معالي الشيخ راشد هو الداعم الأول للحركة الفنية في البحرين على مدى سنوات رعايته لجمعية الفنون التشكيلية لكل فنان في البحرين سندا كبيرا لهم ولنا في هذا القطاع الحيوي المهم. دائما نقول أن الثقافة هي عنوان البحرين، وفي هذا العام المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية ستشهد كثير من الفعاليات، تبدأ بمعرض الفن التشكيلي وتتألق مع ضيوف الثقافة جميع وزراء الثقافة من العالم العربي والإسلامي في الحفل الكبير الذي يرعاه جلالة الملك المفدى في 28 يناير، وتستمر الفعاليات على مدى عام كامل في هذه الخيمة التي تستضيف هذه الأنشطة. الأعمال الفنية التي قدمها الفنانون في المعرض في تعدد يبحث عن إبراز تيارات فكرية مختلفة، يتحدث فيها كل فنان عن انفعالاته تجاه أفكار وتعابير أو أحداث شهدتها حواسه أمام جمهوره من متذوقي الفن، وأمام مسابقة تشرف عليها لجنة تحكيم دولية لانتقاء أجمل الأعمال وأكثرها نضجاً وفرادة. وهذا أول عمل أقدمه في المعرض السنوي خارج إطار اللوحة، وهو عبارة عن طوب عليها عيون بالإضافة إلى خط أحمر. عند اسم العمل وجهة نظر، كانت تجربة أولى والحمد لله حصلت على جائزة الدانة من خلال هالعمل اللي خرجت من خلاله عن إطار اللوحة. حقيقة أنه المشهد الفني بالبحرين هو مشهد مميز جدا بين دول الخليج، لأنه هالقد عم يطلع من البحرين طاقات شابة جديدة عندها مواهب كتير مهمة، عندها طاقات تريد أن تعبر عنها بمختلف الوسائل والخامات، سواء كان بالرسم أو بالنحت أو بفن التجهيز. المشهد الفني بالبحرين مثل ما أنا كتبت عنه بكتاب البحرين اللي بتناول تاريخ البحرين منذ قديم الزمن، منذ حضارة الدلمون إلى الفن المعاصر. يعكس المعرض شمولية التجربة الفنية التشكيلية في البحرين، والتي تشكل جزءاً هاماً من الحراك الثقافي المحلي، حيث يقدم في كل عام مواهب جديدة ليسلط الضوء على المهارات الإبداعية للفنانين في المملكة. من معرض البحرين للفنون التشكيلية 44 جمع من خلاله العديد من الفنانين الذين يمثلون مختلف الأساليب والمدارس الفنية، ولينقلوا من خلال إبداعاتهم رسالة فنية معبرة عن مختلف الأجيال التي توالت على حركة الإبداع التشكيلي المعاصر في مملكة البحرين. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.